يا هلا مرحبا اخواني اخواتي، شلونكم؟ شو اخباركم؟ بالحلقه هذه راح نتكلم عن هرمون الجروث. يعني شنو هرمون الجروث؟ هرمون النمو. وايد من الامهات يدشون علي بضاري بنتي ولدي ربعه بعمره ولكن هم اطول منه، هو للحين قصير، فولدي في عنده قلق اكتئاب، ليش انا قصير؟ ليش انا مو طويل؟ بالحلقه هذه راح نتكلم عن هرمون الجروث، وين مكانه، وشو الاشياء اللي تخليه يفرز، وشو الأشياء اللي تخليه ما يفرز. خلكم معي، واللي ما يعرفني معاكم أخوكم محمد الغريب، ممارس بالطب التكاملي من الكويت. يلا مشينا، عطني بيتك، يلا مشينا وركز معي وركزي معي وتبتدي الحلقة. الدماغ، رأس دماغ، رأسي، شنو في داخل؟ في قدة اسمها الهايبوثالامس. حلو، شنو اسمها؟ القدة تحت المهاد. جيد جيد، هذه القدة، ركز، هذه القدة تفرز جروث، اسمه جروث هرمون ريليزينج هرمون. واضح، القدة تحت المهاد شنو تفرز؟ تفرز جروث هرمون ريليزينج هرمون. هذه القدة تفرز هالجروث هذا حق منو؟ حق القدة النخامية. واضح، للحين مالنا شغل بالجسم. قدة تحت المهاد تفرز جروث هرمون ريليزينج هرمون حق القدة النخامية. حلو، بعد ما تفرز حق القدة النخامية تفرز حق جانب بالقدة النخامية اسمه سوماتوتروفين. من بعدها تفرز الجروث هرمون. لحين واضح، هذه تفرز حق هذه وهذه تفرز الجروث حق الجسم كله. واضح أظن. ما خلصنا، الحين راح ندش بالعميق. ركز معاي وركزي معاي. سهل، مو قلنا هرمون الجروث يفرز من المهاد والمهاد تفرز ريليزنج هرمون حق القدة النخامية، بعدها يفرز جروث هرمون. إنزين، من كيف تفرز كذي بيوم وليله او مزاجيه؟ لا، في عوامل تصير داخل الجسم تخلي الجروث هرمون يفرز. مثل شنو؟ ركز معي، مثل ارتفاع التستيرون والاستروجين. يعني شلون؟ بسن البلوغ يرتفع التستيرون حيل ويرتفع الاستروجين حيل. بسن ال 14 15 16 عشان شي تشوفون احجامهم وايد كبيره وطوال بسرعه من كثره. وعندنا ايضا من الاشياء اللي تخلي عندنا هرمون الجروث يفرز اكثر، عندنا هرمون الغرلين. هذا شنو؟ هذا هرمون الجوع، جسمك يفرزه. اذا فرزه جسمك هني يشتغل هرمون الجروث اكثر. ولكن في نقطه ابيك تركز عليها وتركزين عليها. اللي ياخذون ابر الفكتوزا والسكستندا، هذه شنو تسوي الابره؟ تسوي اشياء. من الاشياء اللي تسويها تعطل هرمون الغرلين، عشان كذي ما يحسون باليوع وكله شبعانين. ولكن هرمون الجروث انسوه، جسمك ما راح يتطور، لان هذا الغرلين اذا فرز بجسمك هو اللي يغير جسمك وهو اللي يسوي بناء حق جسمك، فانت عطلته ووقفته. وايضا من الاشياء اللي تحفز هرمون الجروث عندنا يا جماعه الصيام. في وايد الناس يقول فتره الصيام انا لما اروح نادي احس جسمي يتطور. ليش؟ لانه فرز عندك هرمون الجروث. عرفنا كذي، خلصنا ولا لا؟ في سؤال ذهبي. السؤال الذهبي شنو يقول؟ يقول هل احنا اذا فرز عندنا هرمون الجروث او مثلا الرياضيين خذوا جروث من برا هل راح يطولون؟ لا لا لا، راح تكبر عضلاتهم وايد اشياء تصير بجسمهم، بعدين راح اقول لكم اياها، ولكن ما راح يطولون. ليش؟ ركز معي. هذا العظم، عظم ساق اليد، المهم بشكل عام العظم في مستقبلات حق طول العظم. واضح، في مستقبلات حق طول العظم. يعني شنو مستقبلات؟ يستقبلون الجروث هرمون. بعد سن البلوغ، يعني خلاص خلصت سن البلوغ، دشيت بال 23 22 وانت طالع فوق، المستقبلات هذه تختفي. فلما يجي الجروث هرمون ما يحصل مستقبلات، فالعظم ما راح يطول. ممكن يعرض العظم ايه، اما يطول لا، جدا جدا صعبه. والناس اللي عندهم خلل بالطول عندهم ليحي المستقبلات. واضح، وفي بعض التفاصيل راح اقولها. وزائد اللي ياخذون جروث هرمون من برا تكبر كل عضلات. وفي بعض الرياضيين اللي ياخذون اوبر جروث هرمون، طبعا هم ياخذونهم عشان الجسم ينشف بسرعه وتكبر عضلاتهم، راح افصل. ولكن شنو من الاعراض؟ العضلات راح تكبر، صح؟ صح. القلب عضله ولا لا؟ ايه، يعني القلب يكبر؟ ايه يكبر. انزين، نرجع حق اول الموضوع. الجروث هرمون اذا فرز فعاليته مو قوية ذاك الزود، ولكن في شيء ثاني أقوى من الجروث بثلاث أضعاف. شنو هو؟ الحين الجروث فرز، راح يروح عند الكبد. ركز هني، ركز ركز،
راح يروح عند وراح حق الجسم كله. اذا راح حق الكبد الكبد راح يطلع نوع جروث هرمون جديد شنو اسمه اي جي اف. هذا شنو الاي جي اف وشو نسوي؟ خليك معاي يبي الحلقه كامله. اخوي الغالي اختي الغاليه ركزوا معاي هني عشان تصيرون طوال تصير 13 متر شي طالع النص. والله بخير والله بخير ركز معاي الله يخليك. قلنا هرمون الجروث يفرز حق الكبد بعد الكبد يطلع اي جي اف يعني شنو انسولين لايك جروث فاكتور هذا اللي يطلع من الكبد. ركز ركز هذا شنو يسوي اللي اسمه اي جي اف اللي هو شنو انسولين لايك جروث فاكتور ليش اقوى من الجروث باربع اضعاف. شنو يسوي اذا فرز من الكبد فلازم يكون عندك كبد 100% شوف شنو يسوي. اول شيء يكسر الدهون السندويشات اللي هني اللي هني همبرجر اللي هني قاشة صمون يكسر الدهون. وبعد شنو يسوي يدخل السكر والامينو اسيد اللي بالاكل حق العضلات عشان تشيلوا عيب الحديد تشوفوا تشوف الله بخير طيب بوكس على وجهك عرفتوا شلون يا جماعه. وبعد شنو يسوي يا جماعه يعرض العظام شويه يا جماعه كسر الدهن يكبر العظام ويسوي شيء وايد وايد قوي بصراحه حبيت هذا الاي جي اف. شنو يسوي وين مشاكلنا احنا كلها مشاكلنا بالكبد. حلو شنو في الكبد في دهون على الكبد من شنو تصير دهون على الكبد من كثرة الكولايكوجين. الكولايكوجين هذا مخزون السكر بالكبد. اي جي اف شو يسوي يشيل لك السكر من الكبد واذا تحرر الكبد من السكر والدهون يصير عندك كبد 100%. عرفتوا شنو يسوي زين بس في شيء هذا ليه متى يظل يفرز 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 في شيء يقول له اوقف لا تفرز وهالشيء هذا هو المسؤول يعطي اشاره حق الغده النخاميه غده النخاميه خلاص عندنا جروث وايد وقفي وقفي وقفي. من يفرز هذا الشيء يوقف هرمون الجروث وايد اشياء تسويها بحياتك او الاهالي يسوونها هرمون الجروث يوقف عندهم والسبب هذه الاشياء. ما قلت لنا شنو الاشياء هذه الحين اقول لك. خل اقول لكم الشيء اللي يوقف جروث هرمون احفظ معي احفظ كلمة تين 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 شو اسمه سوماتو ستاتين. أبيك تحفظها سوماتو ستاتين. شوف تين دائما نقولها سوماتو ستاتين سوماتو ستاتين وسوي كذي ما راح تنساها طول حياتك. سوماتو ستاتين سوماتو ستاتين إذا كثر الجروث بالجسم على طول سوماتو ستاتين يقول حق الغدة النخامية لو سمحتي مشكورة الله يعطيك العافية عندنا جروث هرمون وايد وقفي. اذا فرزت يوقف هرمون الجروث. وبعد شو اللي يخلي سوماتوستاتين يفرز ما تنام يفرز سكريات يفرز كربوهيدرات عاليه يفرز 24 ساعه تاكل يفرز ما تصوم يفرز اذا فرز يوقف الجروث هرمون. شنو اسمه سوماتوستاتين اللي هو شنو تين. يلا من اول سوماتوستاتين في اعراض تصير بسيطه اذا فرز الاي جي اف. شنو هذه الاعراض شوفوا اذا فرز الاي جي اف لمده 6 ساعات ساعه ساعتين ثلاثه اربعه خمسه سته لمده 6 ساعات راح يصير عندك شوي هبوط شوي دوخه. ليش؟ لان الاي جي اف قاعد ياخذ السكر اللي بالدم يقطه بالعضلات ياخذ السكر بالدم. متى يعتدل السكر؟ بعد 6 ساعات. والشيء المهم بقوله حق الاشخاص اللي ياخذون الاي جي اف من برا بزياده راح تدش وايد بمشاكل وانصحك نصيحه ان شاء الله ما تاخذه بس اذا خذيته لمده 6 ساعات لا تنام لان اثناء الست ساعات وبجرعه عاليه اللي انت قاعد تاخذها اللي هي مو مالت الجسم مو مالت الله السكر كله راح ينشال من جسمك. ويا ما ناس صارت لهم مشاكل في ناس توفوا الله يرحمهم والسبه الاي جي اف انصحك ما تاخذه. واذا انت معاند لمده 6 ساعات اذا خذيته لا تنام بعد 6 ساعات تقدر. في شيء مهم ركزوا عليه راح يبال وايد ناس عندنا الكورتيزول يخلي الهرمون الجروث يفرز ولكن شلون بضاري انت تقول وايد سمعنا ان الكورتيزول مو زين ويسوي ضيق ويوقف البنكرياس عن حمل الانسولين. هني ابيك تعرف الكورتيزول زائد مجهود عضلي يرتفع هرمون الجروث. الكورتيزول قلق توتر ماكو مجهود عضلي ما راح يفرز هرمون الجروث. واضح نعيد كورتيزول شيل وحش شد عليه شد عليه كروث هرمون قاعد بالغنفة حسبي الله عليها غلطت علي قالت لي انا كشة وانا شعري ناعم سويت تمليس حاطه اكستنشن هني حاطته سوي ماكو كروث هرمون انا قلت لك وانت كيفك.
تكفون لحد يقول لي شنو كورتيزول. الله يخليكم كل متابعين ما شاء الله عليهم فنانين حافظين كل شيء. الكورتيزول شفت الكلتين كلتين 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 هني فوقهم غدة كظرية. حلو حلو تفرز الكورتيزول. هذا شنو الكورتيزول؟ يفرز حق القلق والتوتر وهو اللي يخليك شيء تسوي واللي يخليك عصبي تعال ايش عندك اطقك ولما انت تنهاش. عرفت هذا الكورتيزول. زين في كورتيزون كورتيزون اللي برا من برا يعالجنا كورتيزون مال جسمنا واضح. بعد خلاص لا تدش هذه تقول لي كورتيزون انا كورتيزون الحين ارتفع كلام منك. اخواني اخواتي ركزوا معي واللي قاعد يقول هذا ليش كذي وجهه راح لفوق طلت كروث هرمون طول لي ركزوا معي. في معادله حفظوها بالليل يفرز كروث هرمون الصبح يفرز الكورتيزول واضح. ما يصير هذا مع هذا لا واحد فيهم يفرز بالليل لما احنا نسوي لولو لولو كروث هرمون الصبح كورتيزول واضح واضح. الله يعطيكم العافيه اخواني اخواتي مشكورين وايد انكم تميتوا معي لاخر الحلقه. ما يصير بعد الحلقه هذه لاخر الكورتيزولك تزليكم انت حلو كومنت كومنت لايك فولو اي شيء سو وما تشوفون شر. امي الغاليه خصوصا الموضوع هذا مهم حق الامهات حيل لان لهم معاناه مع عيالهم اللي قصار القامه. قلت لكم شنو الاشياء اللي تقرب الجروث وشنو الاشياء اللي تحفز الجروث. مشكورين وايد وخلكم مع بضاري. لحظه خلنا ناخذ لنا كم متر. مع السلامه.